العاهل المغربي الملك محمد السادس يترأس بساحة المشوار بالقصر الملكي بالدار البيضاء حفل استقبال رسمي على شرف رئيس جمهورية السنغال ماكي سال، الذي يقوم بزيارة رسمية تاريخية للمغرب تدوم 3 أيام. استقبال شعبي كبير بحجم الروابط القوية التي تجمع بين الجمهورية السنغالية والمملكة المغربية، قوامها قواسم تاريخية وجغرافية وروحية مشتركة بين البلدين، وتوافق سياسي حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها قضية الصحراء. العلاقات بين المغرب والسنغال هي علاقات قديمة جدا، وعلاقات يطبعها الطابع الروحي، علاقات ودية وروحية وأخوية، والسنغاليون ينظرون إلى المغرب كدولة متميزة، ويعني يحبون المغرب ويحبون أهل المغرب، والشعور متبادل. الزيارة ستمكن من إضافة لبنة جديدة لصرح علاقات التعاون والصداقة بين البلدين، فبالإضافة إلى العلاقات السياسية القوية تجمع المغرب والسنغال علاقات تجارية واقتصادية متميزة، حيث يتعدى حجم التبادل التجاري بين البلدين 2 مليار درهم. ومن المنتظر أن يتم خلال هذه الزيارة الرسمية التوقيع على عدد من الاتفاقيات الاقتصادية تهم القطاع السياحي والاستثماري، كما من المنتظر أن تعقد لقاءات ثنائية تجمع بين وزراء البلدين. الزيارة ديال الرئيس السنغالي هي زيارة تاريخية، أولا كتجيب بعد زيارة تاريخية لجلالة الملك للسنغال، ومنتظر منها تعطي واحد الدفعة أكبر للعلاقات الاقتصادية والعلاقات الثقافية. هي توقع مع مجموعة ديال الاتفاقيات أمام جلالة الملك وضيفه الكريم. الاتفاقيات كتهم قطاعات حيوية مثل السياحة مثلا، يتوقع اتفاقية بين رجال أعمال المغاربة ورجال أعمال السنغاليين. تأتي زيارة الرئيس ماكي سال إلى المغرب بعد الزيارة التاريخية التي قام بها العاهل المغربي الملك محمد السادس للسنغال في 15 مارس الماضي، زيارة مكنت من تحقيق انطلاقة جديدة للتعاون العريق بين البلدين، وذلك عبر التوقيع على عدد من الاتفاقيات، وعلى رأسها اتفاقيتان تهم إحداهما اللوجستيك والأخرى قطاعات الطاقة والمعادن.